معي عبر الهاتف الأستاذ شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية. سيد شريف، بعد التحية، هناك استراتيجية وطنية للنهوض بالصناعة المصرية، كيف ترى مقومات هذه الاستراتيجية في إطار التوجيهات الرئاسية؟ مساء الخير. أولا حضرتك، دلوقتي بالنسبة للصناعة المصرية، احنا لازم نشوف ايه الميزة التنافسية اللي عند مصر عشان نقدر نجتذب الاستثمارات او نركز في الصناعات اللي فيها ميزة تنافسية. مصر تمتاز بثلاث حاجات مهمين جدا: توفر الايدي العاملة الماهرة منخفضة التكلفة، ثاني حاجة المكان الاستراتيجي الهام، ثالث حاجة الاتفاقيات التجارية بين مصر وجميع الدول المحيطة فينا اللي بتسمح بمرور المنتجات بدون دفع جمارك. طيب احنا لما نيجي نجتذب اي استثمار، اول حاجة لازم نفكر ان يكون الاستثمار اللي هنجتذبه يكون بيحتاج عمالة كثيفة. هو ده النقطة التنافسية والمميزة عند مصر. عشان كده في فترة السنة اللي فاتت دي شفنا انه دخل خمس شركات عالمية استثمرت في مصر في مجال الأجهزة المنزلية، لأن صناعة الأجهزة المنزلية بالشكل العام بتاعها كده هي كثيفة العمالة، الميكانة فيها مش كتيرة، فإنه في خمس شركات في سنة واحدة يدخلوا ويفتحوا في مصر وينقلوا جزء من استثماراتهم من العالم كله لمصر، فده معناه إنه مصر ممكن تبقى موضع جذب كبير جدا لأي صناعة كثيفة العمالة. احنا فتح عندنا خمس صناعات، واحدة تركية واحدة صيني ثلاثة صيني وواحدة من الاتحاد الأوروبي، كلهم ابتدوا شغل في مصر في عام 2024، ودول يمتاز هذه الصناعات انها مستهدفة 50% من حجم انتاجها يكون صادرات. نعم. طيب، الاحتياجات العاجلة للمصانع، كيف يمكن أن تقوم الدولة بتوفير هذه الاحتياجات سواء من خلال طرق تشريعية أو تلبية المتطلبات التي تحتاجها هذه المصانع؟ طبعا المصانع دي عشان تيجي محتاجة أراضي، أراضي مرفقة، محتاج يبقى وصل لها غاز طبيعي وكهرباء ومية، محتاج تبقى طبعا توفر الأيدي العاملة في المنطقة اللي هم هيفتحوا فيها، بيحتاجوا سرعة استخراج التراخيص، عشان كده طبعا الرخصة الذهبية دلوقتي بتساعد جميع الاستثمارات سواء مصرية أو أجنبية إن هي تستخرج الرخص العمالة بتاعتها، لأنه الراجل اللي جاي يستثمر في مصر ده وبالذات لو من الخارج هو ما عندوش وقت يضيعه، هو خلاص حدد بادجت معين إنه يستثمره في مصر، عايز في أسرع وقت إنه الشركة تبقى قائمة وتنتج وتصدر. فسرعة استخراج، سرعة توفير الأراضي، استخراج الرخص، ترفيق الأراضي، توفير الأيدي العاملة، كل ده من أهم المميزات اللي لازم توفرها الدولة عشان تجتذب الاستثمارات. حاجة تانية مهمة جدا، برنامج دعم الصادرات الموجود الحالي بصورته اللي موجودة دلوقتي مش هيؤدي بالثمار بتاعته، مع انه برنامج في غاية الأهمية، وده جزء كبير جدا من الاستثمارات الخارجية بتيجي عشان عارفين انه في برنامج بيدعم الصادرات المصرية، فلازم البرنامج ده يتبص له بصة مختلفة انه يبقى فعلا سبب جذب وإغراء للمستثمرين الأجانب ان هم يجوا يستثمروا في مصر. نعم، كيف ترى موقع الصناعات الهندسية فيما يتعلق بوضع الحالي ووضعها في الأسواق التصديرية؟ واعدة جدا جدا، لأن الصناعات الهندسية بطبيعتها صناعات كثيفة العمالة، بتعتمد بتاخد مكان كبير في حاويات التصدير، فده معناه إن احنا مكاننا الاستراتيجي ده بيسمح إن احنا نوصل لأغلب الدول المحيطة لينا بأسعار منخفضة التكلفة، عكس مثلا الحاويات اللي بتيجي من الصين او من امريكا مثلا، فده طبعا ده ميزه كبيره عندنا. فانا شفنا صناعه واعده جدا جدا، لكن محتاجه حاجه واحده في غايه الاهميه، وهي تعميق وتوطين الصناعه المحليه للمكونات والخامات، لانه نعم، بدون ما يبقى فيه صناعه مكونات وخامات في مصر، الصناعات الهندسيه هتفضل دايما بتعامل بعض العراقيل عشان بتستورد جزء كبير جدا من خاماتها من الخارج لعدم وجود بديل محلي. اشكرك الاستاذ شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسيه.